البريه هذه راهي لبنتي جميله، كتبها لك باباك سعيد. شوفي يا بنتي، خيرتك انتي على خاطر دايرك بلي انتي هي الحنينه في الدار، وانتي الفاهمه وانتي الصابره. يقول المثل كامل صباعتين كي يتقطعوا يوجعوا. نحب خوك بصح انتي هي المخيره عندي، على خاطر نشبهك ليماك الطاوس. شوف يا بنتي، عندي كنز كبير راه في الدار هادية، وراني حاب تقسميه بالتساوي وتكوني عادلة. الكنز راه غير في الدار، حوسي مليح شوكة بشوكة، على بالي راح يجي نهار تدخلي لهاد المكان. إذا طاحت البرية في يدك نفدي وصية باباك، وإذا طاحت في يد واحد أخر وصلوها الجميلة. نتمنى كل حاجة قديمة ترجع جديدة وفي بلاصتها. باباك سعيد. الله يرحمك، الله يرحمك، الله يرحمك يا سيدي سعيد، الله يرحمك ويوسع عليك. ما تقدرش تعرف شحال كنت نحبك ونعزك، والله كنت نحبك ونعزك، نموت عليك، والله نموت عليك. نهار اللي مت على بالك راني حزنت، بكيت عليك. ما ناكل كل ما نشرب ثلث ايام وثلث ليالي، الله يرحمك يا نسيبي. هاي يا سيدي. الله يرحمه. شفتوا المكتوبه؟ ربي جابني هنا غير باش نحضر ونشوف اللي مخبي، وامير ولدي كان سبا. الله يرحمك يا الكنز. يا بابا، وعلاش يعني علاش حتى نسقيو خالك من العاصمه؟ وعلاش بالنسبه هذا بابا وهذه دارنا، لازمش تنساها خويا. هذه دارنا وبابا في البريه قال جميله، ما قالش صلوح، على خاطر الله يرحمه في نهار تاع اليوم يعرفك باباك الدورو وامك الدورو. جد الله يرحمه باين بلي يحبك ويموت عليك. ما صح، او انا لازمني نلقى الكنز اللي خلاه لي بابا، ولازم انايا نحبط لاكاف ونحوس عليه وبالك نلقاه. خويا هيا بابا، شمر على يديك وابدا حوس على الكنز. هو يحوس برا وانا نحوس لداخل. ما تنساوش واش قالكم في البريه، كل حاجه تولي لبلاصتها. اهدي يا لافير تيتا، عيطي سعديه قولي لها صلوح ما يوليش عنده مهمه شرف او موت. هيا الصيد، هيا بابا عزيز، نوض نوض يا الشاطر، بدا حوس على الكنز. اي اي انا ما نحوش معاكم، انا كونتروليكم برك هذا مكان. هيا برك، هيا 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 روح. جميلة، واش حوالك؟ لاباس جارتي العزيزة معليكش؟ هي واش حكايته الكنز هذا اللي في الدار؟ شو هذا؟ قالك دبابة خرجت من بيل كيفان سمع بها الروس الماريكان؟ خروفة، الحكاية هذا وين هضرناها؟ وين سمعتيها؟ يا جميلة كي على بالك بيا، نطق هنا طق ليا كيف هذا منين سمعتها؟ ودنيك راه دار، قالك طرشة وتجيب الخبر منين كان؟ رانا كاريين عندك الدار، ما كاينش جاره، الناس لاتيه بالناس والقط لاتي بالراس. يا جميله انتي بش بيك؟ علاه تغشي هك؟ ها قلقتك؟ ها تحبي نروح درك؟ هي قلقتيني، تعرفيني اللي في قلبي على لساني. ها اخويتي، وانتي كثرتي على ما وصاوك، انا ما منعتش من تلقابك. يا وش بيك يا جميله؟ يا تي نضرب لك الخفيفه تولي على الكيف، تي وش بيك؟ خروفه ما كذبوش الناس كي قالوا لك خروفه السحاره، ما زلتي برك ولا حبستي الكارطه؟ الكارطه هاي هذاك العام اللي حبستها، هاي درك راني وليت نشوفي حاجه اخرى. بصح تقعد بيني وبينك ما كان له تروحك، والله كاني نعرفك. روحي خطيني يا خروفه، تعرفيني بلي شوفات هادو كل خاطيني. ايه حتى ولا عاد على الكنزه. ياه علاه امي ما حنان على بالك وين راها؟ يا كي على بالك بيا نيا خروفه بن طمطم، يعني نخرج الشعره من العجين. يا ولي دور بيا، يا وراسك غير نشرب له العلخم. يا
قولي والله ايه خروفه ابغى لي تراش وزرع ينبت تراش يا يحضر ينضر ها هاي هاي ريحي 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 يا العزيزه ريحي ها شوفي يا جميله راهو جايك خير كبير ويتقاسموا معاك الصغير والكبير وحتى الطير ها كملي جميله هيا نعطيني قمح يدي خلص درك خروفه وقيل ولفتي الطلبه في كل دوره تجي عندي اعطيني طماطم اعطيني حبه بصله اعطيني السكر خويتي مانيش حلت هاتكيه لهنا قولك حاجه ندبر عليك دباره وبالك تجي تسكني معانا خير قلبك كساحه جميله ولسانك عاد كلموس الحافي نقولك انا درك نعاديك ونزيد نكادليك خروفه لمي حبيبات القمح تاعك حبيبتي لنجيب سردوقك درك ينقبهم ونزيد نتعشى به ولا كان بك السحر وديري السحر ديري عمرك في دي حياتك انتيا اللي قاعده لا زواج وتربيني في الجاج ومسميتهم مسميتهم نقولك حاجه جميله ابخي على خير وهاو جي شفي عليه مليحه جميله تر يا طبطب يا خروفه دزي معاهم قال لك دير السحور نفعت عمرها اللي معاه ربي ما يخاف يما عباك باللي بابي وخالو ردوا الدار تشعل شعل تبري ما عرفش نقول لك يومين يومين وهما مقلبين الدنيا على الكنز يقلبوها سافلها على عافلها والله مساكن غاضوني هاي هاي عباب هات هات لهنا روح روح تريح بابيك عيان روح 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 صحيتو صحيتو سعدي سعدي بخويا الشاطر هاي يومين هنا نضربوك هاي لا 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 كنت لخلا ضربت الدبابات من الحدو هاي يا سيدي اختيتها وبالك يعني على بالك بالكنز هذا وضرب النحا غمي شويه هسه قولوا لي كملتوا خدمه تاع الدار خدمتوا كل شيء الدوزان بكل جبتوه ما بقى والو سبحان الله هني نقول لك احنا هذه يومين احنا نضربوا حتى من داك القش المسخ وجبدنا ختنيها سيدي تسيق وسيقنا كعتوا كملتوا ملا نقول لكم الكنز راهو عندك مين هو اختيتها اختيتها يا فرد عوينا يا اخي درنا واش طلبتي وين هو الكاتب يا اخي قولوا ناس بكري الكاتبه تنادي ومعها الخير ومن بعيد تجيها واللي خاطيك من يدك يطير ورزقك من قبل ما هو فيها ملا يا السبوعة ويا السيودة الكنز هذا وما كانش خلاص خلاص كيف؟ ما كانش؟ يا اخي على بالكم باللي بابا ما يرندو والو حتى الدار ورزق ما يعني كيما قالوا عاش ما كسب مات ما خلى والبرية اللي قراها امير ها تكذب هذيك البرية انا اللي قلت الامير ولدي كتبها بخط يده ليه يا بابي انا مامي ماما هي اللي قالت لي اكتبها و كيفاش تكتبها انت يعني هي 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 انا اللي قلت له هي انا اللي قلت له كيفاه يا عيسى شهر الشهر وانا نقول لك عيسى عاوني نجيب الدوزه اللي في لاكاف عيسى عاوني تقول لي ما نهبطش على الطومبيت على الفيران على الحشون حوشه ايوا عيسى ايوا عيسى وانت اخويا ولد ما بابا نعيط لك نقول لك اروح عاوني في الدار هادي مهما كان دوار تميمتنا وبابانا هنا نتلمو
ما نقدرش اختي، انت عدي يا مريضه، شعدي يا مريضه. ودركي عاد فيها دراهم وكنز والاخر، عوليتو يومين ليل ونهار، وانتو ما تقلبوا في الدنيا، فرستوها بكل. الله غير عيب عليك، والله العظيم غير عيب عليك. خلي لي زنفير في العاصمه، تجيبيني نجري باش نسيق، حرام عليك، والله غير عيب عليك. خليت الريح في الشباك ولي زافيرات كنا مبانو على كمارتك، وكي تجي تعاون اختك مش حتى تكون فيها الماده يا صلوح خويا. وانت يا سي عيسى، الى الكنز، الكنز مرتك وولادك، والدار ما تتبناش بالريح. الرسول عليه الصلاه والسلام وكان يعاون مرتو، ها دوري قال له القلوب قسات والعباد هبلت. هاني قلت لك، هاني قلت لك سوق النساء سوق مطيار، ويا داخل ورد بالك من الربح يوريه القنطار، والخساره هي راس مالك. قالوا تاني يا عيسى شافوني كحل مغلف، حسبوا ما فيا دخيره، وانا كي الكتاب المؤلف فيا منافع كثيره. هذا كل جره تاعك تاع عليك تكتب في البريان نوضي نعل. ما تشوفيش معايا انت يا ولا خلاص، ها شوفي معايا دوك. ها يو ولون 2020 حصه راس المحل.